واحد ما بغى يبني مو مداري بتيكو واحد من الدراري اللي يستاهلوا صراحة سيبورت لي تراك كامل من النهار اللي بدات هاد الكونتيست كاملة. زعما كاين دري شوف دري قلبه بيض بزاف صراحة يعني واحد ما بغى يبني مو مداري بتيكو واحد من الدراري اللي يستاهلوا صراحة سيبورت لي تراك كامل من النهار اللي بدات هاد الكونتيست كاملة. زعما كاين دري شوف دري قلبه بيض بزاف صراحة يعني عطيت شي داكشي كامل اللي عندك صراحة كيتسمى قليل. ما كرهناش كنا نقدروا نعطيو اكثر ولكن الغالب الله راكم تشوفوا اللي كاين. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يحاول يبدا يعني بريباري على قبل باش الناس توجد راسها واللعيبات. وطوب دو راه ماشي شي حاجه اللي سهله وصراحه راه هاي هاد اللمه هادي ديال ستريمرز وبنان مبان لي يعني اللي باغي الخير لواحد اخر راه بركه هادشي اللي كاين. قد نقول شي حاجه الاصدقاء يا اخي راه قلنا على الكلمه ديال او بي ال بعدا هذا مسلم هذا مسلم كيفاش تصور واحد الفيديو بعد دابا شويه في واحد الكلمه قالها بسيف قال لك صعيب تلقى بنادم اللي يحبك وما باغي منك حتى حاجه. نهضروا على المتابعين كاين الناس مثلا ما باغين ستريمر حتى شي لعبه كيبغيو غير يشوفوك يتفرجوا فيك حيتاش انت كتعجبهم كان طايح لك المورال كنتي فرحان كنتي ناشط كنتي كيف ما كانت الحاله ديالك هما واقفين معاك زعما مدعمين. ديك الساعه ستريمر ما كيبقى عنده حتى شي مبرر ستريمر ولا يوتيوبر ولا شكون ما كان ما كيبقى عنده حتى شي مبرر باش يرجع اللور ولا ما يطورش المحتوى ديالو. انا كنشوف بسيكو واحد الانسان اللي مجتهد صراحه دابا هو كيدير واحد المجهود يعني تجاه المتابعين ديالو حتى هما عاوتاني كيعطيوه نفس يعني نفس شي كاين بنادم اللي كيخدم بزاف ولكن انا عارف ارزاق داكشي ولكن ما كيوصلوش داك يعني داك الدعم الكافي وداك اللي هو يعني هو واقف عليه ومحتاجه باش على الاقل غير باش يتبوست من الداخل ديالو باش يقدر يعطي. سيكو تبارك الله عليه كنشوفو كيجمع عنده المتابعين ديالو كيتعامل معاهم بواحد العفويه وبواحد الطريقه اللي كتخليهم هما يثقوا فيه ويتبعوه ماشي كستريمر ولكن كانسان. انا هذه انا كنشوف هي احسن طريقه يمشي بها اي ستريمر ولا اي يوتيوبر يكون ترونسبار مع المتابعين ديالو. خويا بسيكو انا الصراحه ما نكذبش عليك انا كنت انسبيرا منك بشحال من حاجه بروج ولا انا داك ورك هارد ورك سمارت كنت نشوف كتخدم ذكي ما كتخدمش يعني صحيح انك كضرب تمارة ولكن في نفس الوقت كتخدم ذكي وانا هادشي هذا الصراحه كنعلمك عليها خويا بغيت نقول لنا جميعا باختصار اقسم بالله ونحلف عليها وكون كان تصاحبي غا كيخليونا نشوقو داكشي اللي بغينا هادي الحاجه البسيطه كون غير خليونا نشوقو والله تنجيبو هادي لا شوقي ما كيقدرش ولكن الله الميديا ما كتساعدش مره راه هو دابا حنا ما عارفينش شنو واقع في تركيا ملي دخلت انا لقيت طالق النشيد الوطني التركي بالله عليكم واش حنا مثلا غادي نشوفوا هاد ستريمر هذا يعني مثلا حنا الدوله ديالنا مكبره بينا وكذا شوف تي في غير ديك الميديات اللي كنهضروا عليهم انهم كيجبدوا الصداع وكذا على الاقل هادو كيديروا علينا على الاقل الثقافه ديال الجيمينغ في المغرب ما كايناش محيه هي الرياضه ديال المغرب في شمال افريقيا كل ديما شمال افريقيا تقريبا كامله صراحه كنقولوا ما قدوا جربوا فيه يقول جربوا فيه حرض الصغار لهم ولا بغيت نقول انفيستيو في المهرجانات الكبار د الغنا بلا ما نقولوا الاسماء ديالهم انفيستيو غير 5% من داكشي اللي كيدي مغني واحد 5% لي كومبيتيسيون كل اربع شهور دير جيم مره فورتنايت مره يديروا بابجي مره يديروا كذا دير لي كومبيتيسيون بين الدراري ثقافه الجيمينغ تسمع في كل دار اخرى باش يقول لك والله اخوات ندير المغرب واعر في الغنا هذه مشات المغرب تسمع غير يعني كل الغنا حنا تبينا الغنا
اللي يوريكم الاخوان يستوب لما تحروا الاسماء عامه مكين طبوفة يك عامه مكين طبوفة اشهارات وكده في الخرجة بالتريمر من فرنسا عنده 20 مليون ابوني فورتنايت وفي الاخر داها وعطاه 8 مليون شركة كبيرة اللي مسبونسوريزات الكمبيتيز وش ماشي في الخرج واحد تبعت له مليار فلوس حرام يتكى الاخوان اللي يوريكم شحال صيفطنا من الايميل شحال صيفطنا من ميساج لا لي ميديا لا بزاف ما كاينش كيخليو لك احسن فيو كيقول لك سير تقول بالعربيه نخرا ما مسوقينش مره دابا خصك تشوف كيما قال مسلم راه تركيا بعدا بلاد كاين واحد الدعم كاين واحد ريكونيسونس ديال الجيمين والسبور الكترونيك دعموه لا موغالمون لا لي بارطاج لا ما عرفت شنو حنا القضيه ما كايناش الثقافه هذه حتى واحد الكلمه زوينه ما كتلقاهاش حتى واحد الكوفيرتور يكتبوا عليك ارتيكل راه كاين فلان ريبريزونتي العرب في الكومبيتيسيون فلان فلانيه ما كانش هذه الحاجه اللي كانت شويه مالوغوز ولكن الغرب راه هادشي كاين بوغ لو هادشي اللي كاين عاد كل 20 عام تاني جلوبال راه ماشي شي حاجه اللي سهله فهمتيني هذه الاولى بالعكس الحاجه اللي فرحتني والله العظيم الحاجه اللي فرحتني وصدماتني انا ديال بصح هي الدراري كاملين كاينين معاك وكذا وواحد السيبوليش اللي ما تخيلتوش انا اللي توقعت اللي كندير في بالي اللي غادي نجي غنستريمي غنقصر هكا شويه بوبيكا قال لي البنت يدير وبيك مي تعيبه وانا لاعب فهمتيني شادي السن تيسالي اللايف هو اللي بعيط راه يطرى فهمتيني كنجي كنشوف الاول الثاني الثالث الرابع لي زابيل كلشي خدام كلشي مقاتل فهمتيني يعني هاد غير شي بقيت ساكت وهكا نشوف فريمون ما توقعتش شادي اللعيبه هي نهائيا أصعب حاجة تلقاها في الدنيا هذي هو بنادم يبغيك هكاك لله في سبيل الله باغي لك الخير غا هكاك فهمتيني أغلبية في الدنيا هذي لم تبغي مصلحته شحال من حاجة دونك اللي مش توعد واحد الإنسانية اللي قريب نقولو نقاردات في الدنيا هذي جانب الإنسانية اللي فريمون قلال بزاف فهمتيني واحد اللي تجي حملي شتبين من الغربة والعرب اللي فريمون بزاف أنت كفو بيت شوف دابا اش هذا والله الا خصك دير شي نهار راه يدير شي سيده ولا شي حاجه والله انت اللي صارت ضروري ادخلوا التاريخ الله ضروري خصك تبقى عند فهمتي ديما ديما خصك عند طب دابا تلقى بسيك ودابا كيديروا عليك في التلفزيون يقولوا لهم اذا هي قصته شابي ما ادي فرشي بانكا شي بيساكا ما في خرج اجنين هكا وقف 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 نشوفوا الكلوه واش فان فاط ولا وقف واش كاين خوك في الدار ولا بعتيه ولا امين 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 امين